صباح الخير، مستعدين إن شاء الله للطيارة. ما نتحرك الحين إن شاء الله على المطار. تم الحمد لله تسليم السيارة. هني طبعا توصل، تنزل أول ما تيجي عند المطار تحصل على اليمين على طول مدخل سير التأجير في المكان. سعد الله صباحكم، صباح الخير. نحن طال عمركم في ستاربكس في المطار، مطار فرانكفورت. باقي ظني ساعة ونص، ساعة ساعتين إلا عن الطيارة. عيبتني شغلة عندهم الفاميلي، يسوون لهم وضعية خاصة. حتى طيران الاتحاد يبونه في جيت بروحنا بالفاميلي، وحتى عند الجوازات يبونه جيت بروحنا. الأمور ميسرة، محاولين التفتيش قبل الطيارة، يعني تدش تخلص الجوازات تدش السوق الحرة تتسوق على راحتك، والتفتيش قبل الطيارة بالضبط. طيران الاتحاد ترمينال 2 فرانكفورت، ترمينال 2 أول ما تي عند مدخل ترمينال 2 بتحصل شركات التأجير. تحصلون بارك المرة عند مدخل المطار على اليمين مكتوب شركات هيرتز، ما شو مكتوب إعلانات. مرة دش عندهم وتوقف سيارتك عند شركة. ظهرنا بدري تحسبا لأي ظرف، قلنا يمكن يكون عندنا يصير لك أي ظرف تكون تجاهز، فما تطلع متحير وتم شال الدنيا على راسك. واحد يقول لي ستاربكس هني في المطار ما لهم نفس، والله صدق في ثنتين ودت ترشك بالقهوة. يا هي سالفة، تفضلوا. هاي حالها، هذا اسم الحديقة اللي بيصير لها اليوروب باركة، هذا اسمها، شفتوا موقعها واسمها. يلا اللي بيصور الشاشة ها حمود حاطنا على الايباد ماله. أحد يقول لك ان الالمان ما يحبون العرب وما ادري منهم. يا ابوي وش عليك، منهم من اللي بيحبني بشبه ناسبهم، انا عنهم ما حبوني. يا ابوي يا طال عمرك بفلوسك، انت بتسكن بفلوسك وبتاكل بفلوسك وبتعب بفلوسك، ما حد بيعطيك شيء، وعلى عليك منهم يا ابوي رئيس كامل. يوم السفر يعتبر يوم هم على الناس، يعني الا اليهال، اليهال تحسهم يلعبون. انت لازم تكون مخك نفسهم في السفر. يعني عشان ما يكون عليك السفر هم، اتذكر يدودك كيف كانوا يسافرون وكم ياخذون، فما بيكون عليك هم السفر. يعني الشيء اللي عايبني يوم انك انت تسافر في طيرانك، يعني طيران الاتحاد، طيران الامارات، تحس انه شوي داخليا شيء جاي طيارتنا اقول لهم. يعني taking care of you today on behalf of Captain Dario, myself, Maritza, and the rest of my lovely team today. Thank you for choosing to fly with Etihad Airways, the national airline of the United States. شو احسن، اوروبا ولا تركيا؟ طلع اوروبا. تركيا حلوه؟ لا تركيا تركيا تركيا. تبي انتي؟ اوكي. طعم مزنه. شو سويت عقاي باده في السير مال الشنط؟ والله يا مزنه انتي مشكله. مشكورين على الاستقبال الطيب هذا اللي انا طال عماركم، العصاير وهالاشياء الحلوه. مشكورين. هناك كراتين مسكرة بعد. احنا لازم شيء يستوي لنا، ما ادري شو النحاس اللي فينا. مستوي حادث، حولنا على التاكسي نمشينا بالمطار. لا حاجة الحالة هاي. والله ما ادري شو ياري يا بن قروش. المهم الحمد لله على السلامة، ونورت دارك وشي. يعني سعد الله صباحكم، جو جميل قلتونا، حر حر خوفتونا، احلى جو احلى جو، يسعد لي صباحكم كلكم.
شاء الله سهيلي، دايره اشوفه سهيلي بارد ما شاء الله.